الجيران قاعد خلف الدكان غني وتحزن بنت الجيران لا 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 وعد سيدي وعد سيدي وانت مزيح عنا السكران حلوة بيت الجيران راحت في ليلة عيد ونهدد الدكان وتعمر بيت جديد بعده حنا السكران على حيطان النسيان عم بيصور بنت الجيران لا 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 وعد سيدي وعد سيدي وانت مزيح عنا السكران كل يوم الصبح وعين فيروز على 7:15 كل يوم بدور تلفزيون بوع عليها بفترة يمكن يعني هي أنا عايشة على طول قبل الحبس أنه عندي فترة حبس بفترة الحبس كانت كتير مساعدتني حبست بسوريا درست الطب هناك ووصلت لأخذ رأي بدي أطلع عمل اختصاص بأمريكا جيني قبول وصلت بعشرة بحد على الشهر توقفوني ظهرنا بال2000 هيدا الحديث ب 11/11/92 ظهرنا باخر ال2000 هالشي غريب يعني انك تنقي تنزل على سوريا او ما كان اختياري قبل قبل ما كان فيك تعتبري انه انا عم 18 سنه كنا معارضه هلا التطور الفكري والشي اللي بصير بيعيشك بجو اكثر يعني بيخليك بعدين بدي اقول لك انا ماني معارض سوريا انا مقاومه مسيحيه المقاومه المسيحيه يعني وجود او غير وجود وجود المسيحي بالمنطقة وعدم وجود المسيحي بالمنطقة هلأ مين إن شاء الله تكون إسرائيل إذا بدها تعمل بدها تعارض الوجود المسيحي بدها تكون مقاومة ضد إسرائيل وإذا إذا كل الجغرافيا بدها تعارضنا بالوجود المسيحي بدنا نكون مقاومته فنحن بس استمرارية الوجود المسيحي هيدي المبدأ يعني لحتى ما يلتغى هيدا الوجود كان عنا هالمقاومة لحتى صار في عندي توقيف إنه 1600 يوم بالمفردة عايش لحالي بدون ضوء بدون نسيت الحكي نسيت كل شيء يعني نسيت اشياء كثيره تعذيب نفسي تعذيب جسدي انا من شليت باول فتره ولاني طبيب قدرت اقوم بعمليه ترميم عصب كان في عندي شق بايدي سويته انا يعني ما كان في طبيب ولا كان في شيء بمعلقه بلاستيك بتقولي لي كيف طهرتها بمي سخنه و وكسرتها وقدرت حطيت النار بمحله بالميوسكلو وهيك لحتى قدرت ارجع مشي لانه شليت بالايدتين على التعذيب اذا بفرج الصور تبع التعذيب يعني تبع ايدي من هون كانوا تخزقوا على الجهتين تخزقوا من التعذيب انا عملت لهم طب مبينين انه منهم مقطبين او مشي هدول مرممين ترميم بشقفة كومبريس بشاشة يعني انتقلت فت على المزة فت على الغرف كانوا حاطينه غرف لبنانية لحالهم فت على غرف لبنانية شباب مرتاحين عاملين ريلاكس ما عندهم مشكلة كل شيء موجود الراديو موجود الغاز موجود بيقدروا يشربوا قهوة بيقدروا يعملوا مقلة بيض يعني انه اي شيء ممنوعين يعني عنه وبقول لك بس بتصدق او لا انه اول شغله انه طلبتها اذا بتريدوا اذا فيني اسمع فيروز يعني وهيك صار حطوا برا محطات كذا طلعت فيروز غنية اسمعنا فيروز عملت اخ يعني عطوني محلي قعدت وكملت معهم كملت بالمزة 300 وشي 300 يوم وبعدين انا على سجن تاني تذكر اخر مرة شفتك سنتا آخر كلمة قلتها ما عدت شفتها وهلا شفتها كيفك انت هلا انت تذكر آخر سهرة سهرتها عندنا